المرة دي إن شاء الله عايزين نتكلم عن الفاميلي بس بالأيكونز اللي اسمها البليند. أنا دلوقتي عندي عمود نون بريزماتيك سيكشن، قطاع متغير، قطاع مثلا من البوتوم، قطاع مثلا 500 في 500، والتوب بتاعه مثلا 1000، فعايزه يبقى صغير من تحت وإيه ويكبر لما يطلع لفوق. أعمل الكلام ده إزاي؟ هاجي برضو فاميلي واقول له نيو، واقول له فاميلي، بعدين اختار زي ما تعرفنا مع بعض على ستراكشر كولوم، وادخل هنا اعمل ايه؟ طبعا انا ممكن اشيل دول خالص، وبعدين اعمل ايه؟ اجي على كرييت واختار له حاجة اسمها البليند زي ما انت شايف كده، حاجة بترسم مثلا قطع صغير من تحت وكبير من فوق، ويبدأ هو يعمل ايه، يوصل ما بينهم. اضغط على بليند واقول له هنا ارسم لي قطع عمود من اسفل بالابعاد دي، وبعدين هضغط على ايديت توب واختار ابعاد اخرى قطعها مثلا وليكن 1000. انا ممكن احطه في اي حاجة، وبعدين اضغط على دي واقول له 1000 بالشكل ده. اذا قطاع العمود لو انا جيت قلت له مثلا فينش، وجيت خلي بالكوا نفس الخطوات بتاعة الاكستروجن، قلت له تعالى كده في الفيو بتاع الثري دي هتلاقي شكله عامل كده. بس طبعا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي التوب بتاعه لحد الايه، الليفل الابر ليفل. اضغط على الاين واضغط على دي ودي واقول له اقفل الكونسترين، ونفس الكلام من تحت اقفل الكونسترين كده. لما يجي على الفيو 3 دي هلاقي القطاع بتاعي بالشكل ده. نفس الكلام عايز اظبط له البارامتر، بس البارامتر المره دي هعدلها من خلال الواجهه دي الباك والليفت. هعمل ايه؟ اختار انا من هنا دايمنشن واقول له من هنا لهنا 1000، ومن هنا لهنا اللي هم 500 بتاعتي. اختار له دي واقول له البارامتر بتاعي من هنا هسميه مثلا وليكن توب، سميه توب باك، واقول له اوكي. اختار له دي وأقول له دي عبارة عن بوتوم بيك، وأقول له أوكي. وبعدين أجي على الليفت، طبعا الفرونت زيها بس بالاتجاه التاني، أختار له الليفت وأقول له برضو اعمل لي دايمنشن بالشكل ده، وبعدين أختار الدايمنشن وأقول له من هنا سميها لي اسميها توب، او اسميها ليفت على طول، او خليها بوتوم ليفت. وطبعا بوتوم ليفت ممكن اقول له اور توب، ان هو كله حاجة واحدة. انا اقول له اوكي. لو انا جيت هنا في الفيو بتاعي هقول له اختار لي العمود، واختار لي خلي لي دي structural material كده. انا لو جيت مسكت العمود ده وقلت له البارامتر بتاعتي هنا بدل ما هي 500 خليها مثلا 600، لقيته زاد من تحت. ولو انا جيت قلت له ده 1500 هيبدأ يزيد من فوق بنفس الشكل زي ما انت عايز اهو، مفيش مشكلة خالص. هضغط على تشيك مارك دي واقول اوكي. ممكن اصدر او ممكن اسيف الفايل ده عن طريق ان انا اقول له سيف از فاميلي، واقول له تعالى هنا سميها اي حاجة، وممكن اقول له لود انتو بروجكت يبدأ ينزل معايا بالشكل ده.
وانا جيت قلت له تعالى في الثري دي، جاب لك. يعني انا لو افترضت هرجع تاني اقول له تعالى على ليفل 1 واقول له انا عندي العمود كولوم، انا عايز العمود بتاعي هايت ليفل واختاره وحطه هنا. لو انا جيت مثلا على الايست ادي العمود بتاعي بالشكل ده، او جيت على النورث ادي شكل العمود بتاعي. لو جيت في الايديت اقدر اعدل البرامتر بتاعي زي ما انا عايز. تمام. طبعا انت باستطاعتك انك تشكل الحاجة اللي انت عايزها، مش لازم تعمل عمود بالشكل. انت ممكن ترسم عمود على شكل سداسي، ايه المشكلة؟ يعني انا ممكن اجي لما اجي اقول له من كرييت اقول له مثلا بليند، ممكن اختار حاجة زي دي وحاجة اصغر زي مثلا العمود اللي هو بيجيبه لك. انا هطلع خالص زي مثلا الفيو الريفيو اللي بيجيبه لك بالشكل ده. فانت شكل الشكل اللي انت عايزه، وهو البرنامج ممكن تعمل من تحت بوليجون ومن فوق سيركل وهو يوصلهم، مفيش مشكلة. ممكن تعمل 2 بوليجون، ممكن تعمل 2 ريكتانجولار، whatever انت عايز ايه. دي بتشكل بيها الشكل اللي انت عايزه. شكرا.